آخر التطورات في حلب وإنجازات الجيش العربي السوري. هناك معنا مباشرة وليد هنايا ليطلعنا على آخر التطورات هناك. وليد، ما هي آخر التطورات لديكم في حلب؟ وليد، نعم، حياكم الله متابعي الإخبارية السورية، وتحية لكل المشاهدين من جديد من مدينة حلب. هذه المدينة التي شهدت منذ ليل أمس حتى ساعات الصباح الأولى أو لربما حتى اللحظات الماضية عمليات مكثفة من قبل أبطال الجيش العربي السوري على مدار ثلاثة محاور: محور جنوب غرب من نبل والزهراء باتجاه تلة الشويحنة، مرورا بتلة خربة عنادان التي استعادها الجيش العربي السوري والتي من خلالها أشرف باتجاه تلة المعسكر إشراف ناري، وعمليات عسكرية كبيرة تأتي باتجاهها. وما بعد تلة المعسكر تكون مباشرة تلة الشويحنة، هذه التلة التي تقع هي جنوب غرب بلدتي نبل والزهراء. الجيش يخوض أشرس المعارك وعنفها، الغاية منها توسيع إطار الأمان بالنسبة للغرب من مدينة حلب. عمليات تأتي من قبل بلدتي نبل والزهراء باتجاه تلة الشويحنة، أيضا في المحور المقابل مباشرة من الريف الشمالي من تلة الطامورة وقريتها التي استعادها الجيش العربي السوري. من خلالها أيضا الجيش يستهدف أوصال المسلحين داخل بلدات عنادان وحريتان وكفر حمرة وكفر بالسين. كل هذه القرى هي تقع تحت السيطرة النارية، ليكون من خلال هذه السيطرة الجيش يفرق بين أوصال المسلحين ويضعهم عبر حرب الجيوب. أيضا المحور الثالث الغرب من مدينة حلب من منطقة جمعية الزهراء، الجيش العربي السوري من خلال هذه المنطقة يخوض أشرس المعارك ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة جبهة النصرة وغيرها من الفصائل المنضوية تحت رايتها عبر كثافة نارية موجهة وتمهيد ناري كبير. التمهيد الناري تقوده وحداتنا المتواجدة في منطقة وتلة الحكمة، مدرسة الحكمة. من هذه التلة تكون التغطية النارية متواجدة مع توجيه كافة الوسائط النارية وسلاح الجو كان له الدور الأكبر. وظهوره في سماء مدينة حلب منذ ليل أمس حتى اللحظات الماضية ويستهدف صراحة أوكار المسلحين. هذه العمليات تأتي في عملية تقدم الجيش العربي السوري عبر مساحات تشهد صراحة دك مدفعي كبير وتوجيه كافة الوسائط النارية، كون الجيش يخوض أشرس المعارك عن طريق الأرض المفتوحة من تلة وخربة عنادان باتجاه تل المعسكر. ومن خلال الوصول إلى تل المعسكر يمكن القول بأن الجيش من هذه التلة يمكن التوسع والوصول إلى تلة الشويحنة. الآن عندما يصل الجيش العربي السوري عبر عملياته باتجاه تلة الشويحنة يكون قد قطع إمداد المسلحين بشكل كامل من الغرب من مدينة حلب باتجاه الريف الشمالي، ويوقع يعني الفصائل الإرهابية المسلحة في حصار تام داخل قرى عنادان وحريتان وكفر حمرة ومعارة الأرتيق وكفر بالسين. وأيضا من هذه السيطرة يشرف ناريا على مصانع الليرامون، وهنا بالتالي يكون مرحلتين فقط أمام المسلحين. أما الانسحاب تحت مرمى الجيش العربي السوري باتجاه الريف الغربي من مدينة حلب أو الاستسلام وتسليم المناطق واللجوء إلى تسوية من القرى الريف الشمالي. أيضا هنالك عمليات أخرى تأتي مؤخرا وهي استباقية عبر ضربات تأتي باتجاه النقاط الخلفية للفصائل المسلحة على طول المحور الممتد من الراشدين الأولى باتجاه الراشدين الرابعة، مرورا بالبحوث العلمية وأيضا خربة البحوث العلمية ووصولا إلى خان العسل وخوابي العسل وأيضا الراشدين الأولى، ليأتي عبر هذه العملية الجيش العربي السوري بتأمين الأطراف الغربية من مدينة حلب بعمق حوالي 7 كيلومتر. ولكن الآن العملية تجري عبر عملية الأرض المفتوحة من تلة المعسكر، من تلة خربة عنادان باتجاه تلة المعسكر. وهذه العملية تأتي مع كثافة نارية ليؤمن الجيش العربي السوري نقاط تثبيته داخل خربة عنادان وتلتها الاستراتيجية. والعمليات هي تبقى الآن لا سيما لطلقة الحسم التي تأتي من قبل أبطال الجيش العربي السوري، ولكن كل هذه الأصوات التي تسمع حتى منذ مساء أمس حتى اللحظات السابقة هي تأتي في عملية قد تكون لا سيما كبرى هي باتجاه الغرب من حلب والغرب الشمال أو أيضا الريف الشمالي من مدينة حلب. هذا كل ما لدي حتى اللحظات. العودة إليكم زملائي في استوديوهات الإخبارية السورية على أمل أن نعود برسائل مستقبلية تبشر بأخبار النصر من مدينة الصمود والانتصارات مدينة حلب. العودة إليكم زملائي. وليد هنايا، شكرا جزيلا لك أيضا على هذه المروحة من المعلومات والأخبار من مدينة حلب. شكرا.